ولا تنطفي لينا بالمساء والصباح ربك يعدلها واشطتها لكل بكره يعدلها انت انت يا دنيانا انت زمان انضم وبقيت وانا وسط ناس وحيد غريب الدار انت انت يا دنيانا انت ده الزمان انضم وبقيت وانا وسط ناس وحيد غريب الدار مهما رياح الهموم من انتم وانسوم لا الظلم بيدوم ولا المحروم يعيش محروم بيني وبين أرضي سور مش هسكت عن حقي ابدا ولازم ارجعه بس ده هياخد وقت يا سامي افتكر دلوقتي ان من حقك تتصرفي بالشكل اللي يعجبك تقصد ايه يا مهران اقصد يعني من حقك انك تفسخ الخطوبه سامع يا عمتي مهران بيقول ايه يا بنتي الراجل صريح معاكي وكتر الف خير مهران ازاي تتصور اني ممكن اتخلى عنك عشان ظروفك اتغيرت واجب الست انها تقف جنب راجلها في الخير والشر احنا لبعض وهنفضل لبعض مهما حصل يا مهران سامي انا مش عايز استغل كرم اخلاقك وابتز عواطفك ارجوك فكري كويس ارجوك انت ما تجيبش السيره دي تاني طب يا ابني انت بس باين عليك تعبان وتعال خش استريح شوي تعال يا مهران تعال هو انت غريب ده البيت بيتك تعال بقى كده ده اللي حصل يا عبس وقالت لي كمان ان مهران ممكن يدفع لي مبلغ كبير قوي نصير العقد ايه رايك يا عبس في ايه في الفرصه دي انا بالنسبه لي يا عبس ممكن اطلع بحوالي 20,000 جنيه يعني 8-4-5 فدادين يا سيدي ومهران كريم قوي زي ما انت عارف حرمي انت عايز تخني كل واحد بيدور على مصلحته يا عبس وكمان ده حقه وفيها ثواب زي ما قالت وصيفه بالاختصار يعني تبقى عايز كام يعني نضاعف الشهريه بدل ما تبقى 100 تبقى 200
بس دي سرقة، ده نصب. ده احنا تلاميذك يا عبس. مش قادرة اتصور ازاي عمه يحرمه من حقوقه ويرميه في الشارع. دي احسن حاجة عملها عباس بيه في حياته كلها. احسن حاجة يعني ايه يا سامي؟ يعني مهران دلوقتي بقى محتاج، وانا عندي كل اللي هو محتاج له. بالشكل ده يبقى بتاعي، ملكي. انت بتقولي ايه يا سامي؟ خاتم في صباعي يا وصيفة. وصيفة تعالي هنا. نعم يا بيبي. كنت بتعملي ايه في البنك يا وصيفة؟ أني يا بيه، أني عايشة في بيتي وبتاكلي من خيري وبتتجسسي عليا يا وصيفة. أني بس سألت سي حلمي على العقد، مش كده؟ كده يا بيه. طب أنا مش قايل لك من زمان إن العقد اتقطع يا وصيفة؟ السؤال محرومش يا بيه. أنت عايزة تشعليلي فيها نار ليه يا وصيفة؟ أني لو كنت قصدة شر كنت قلت لسي مهران من زمان، وما كنتش فضلت ساكتة العمر ده كله وبلع لساني في حلقي. أمال ليه رايحة تنكشي من ورايا يا وصيفة؟ اسمع ما أقولك بقى، أنا ما أحبش أتاوي في بيتي جواسيس. أنت من النهاردة خلاص مالكيش عيش هنا، خلاص. الأرزاق بالله يا بيه. من غير فلسفة، لم هدومك وغوري من وشي. صباح الخير. صباح النور. تاخدي فنجان قهوة معايا؟ شكرا. أصل شايفك متوترة شوية. وأنت كمان. أنا؟ لا، ليه؟ طبعا ده شيء عادي بعد اللي حصل بيني. صعب قوي ان نتعامل مع بعض بسهوله. وتفتكر الحل ايه؟ نتخاصم مثلا؟ لا طبعا، لاننا مش عيال صغيرين، لكن من الافضل اننا نبعد عن طريق بعض. ازاي؟ واحد مننا يسيب القسم ده، وما عنديش مانع اكون انا. أني ماشي يا بي. مع السلامة. أني ما خدتش معايا غير الهدمتين اللي بيسترونا هم. بلاش فلسفة، يلا غوري من وشي، أما نشوف مين اللي حيلمك بعد كده. مش هغلب طول ما أحس ابني في الدنيا. ابنك؟ سي مهران ابني اللي ربيته وهو في اللف. هو أولى بيا وأنا أولى بيه. أهو أقضي معاه اليومين اللي باقيين من عمري، أخدمه وأشوف مصلحته. هو قادر يوكل نفسه لما حيوكلك أنتي؟ اللي له يا بيه نص الأرض دي كلها بيع وشراء خلاف باقي حقوقه، قادر يوكل الشاهد، واللي يفيد منه يشبع بلد. عن إذنك يا بيه. وصيفة، استنى عندك. في حاجة يا بيه؟ تعالي هنا. أنا يا بيه ما خدتش غير هدومهم، وتفضل فتشني. أفتشك؟ أفتشك إيه يا ولية يا مجنونة أنتِ؟ يلا يلا، حضري لي الغدا، ولا بلاش يعني آكل يا وصيفة. هو حضرتك مش طردتني خلاص؟ أطردك؟ ده كلام. حد ينطرد من بيته؟ ده بيتك يا وصيف. بيتي؟ ده حضرتك سمعتني اللي عمري ما سمعته. ما هو من اللي عملتيه يا وصيف؟ اصلك انت زعلتيني بقى. انا عايزه تعملي الحاجات دي كلها وما ازعلش منك.
يلا 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 شوف شغلك وبلاش رغي. وابن اخوك يا بيه. وبعدين معاك يا وصيفة، يعني انت هتكوني احن عليه مني غيرش؟ انا بس عايز اربيه. تقوم ترميه في الشارع كده؟ اصل اللي ما ربهوش ابوه وامه تربيه الايام والليالي. ده مجنون يا وصيف، ده مش دريان بحاجة ابدا. 5000 جنيه صرفهم في 3 اشهر على يدك، ده حصل ولا لا؟ حصل يا بيه، بس دي مهما كان فلوسه برضه. لا بقى، حتى لو كان عنده مال قارون يروح بالشكل ده؟ ده اهل على رأي المثل، خد من التالي يختلي. ما تحمليش هم وسيبينا نتصرف علشان يتربى. اكتر من كده يا بيه؟ ايوه، علشان يتعلم ويبقى راجل ويعرف قيمة القرش. طيب وبعد ما يعرف يا بيه؟ ساعتها يبقى راجل واقدر اعتمد عليه ويبقى بيتي مفتوح له. يلا يلا يلا، ما تحمليش همه، كلها شهر ولا 2 ويرجع كل شيء لاصله. يا ريت يا بيه يا ريت. هو انا قصدي ايه غير ان ربنا يهدي اللي في البيت، اللي من يوم ما وعيت على الدنيا وانا ما اعرفش غيره. صحيح شغالي، لكن انا حاضره ايام ما كان المرحوم اخوك لسه بيحط اساسه. داني بقيت جزء منه يا بيه. برضه بتقولي كده يا وصيفه؟ انت جزء من البيت، انت البيت نفسه يا وصيفه. هو البيت من غيرك يستاهل حاجه؟ يلا بقى جهزي لي الاكل لاحسن، انا جعان. بس عهد الله عليك ما تسيبسي مهران بره بيته كتير. ان كان على الفلوس عندنا اللي يكفينا ويفيد كمان. عندك انت مش انا. طب هو ايه الفرق بين فلوسي وفلوسك يا مهران؟ تفرق كتير قوي عند الراجل اللي عنده كرامه يا سامي. ترضي لي عيش على عليكي؟ هو انا كل ما افتح باب تسده؟ انت يعني غاوي تعقيد؟ مش تعقيد يا سامي، دي مساله كرامه. الراجل قبل ما يتجوز لازم يضمن لنفسه دخل يفتح بيه بيته، وانا لا وظيفه ولا ارض. يا سيدي اذا كنت مصمم يبقى لك ايراد خاص ممكن تدير اعمالي وتاخد مرتب كويس. متشكر قوي يا سامي، انا عارف انك انت عاوزه تساعديني، بس انا ما استحقش المساعده. انا عندي ارضي ومراسي، لازم ارجعه تاني واحافظ عليه. عشان خاطري يا مهران انسى الحكايه دي بقى. انسى؟ انسى ازاي يا سامي ارضي وبيتي؟ عن اذنك مهران، ده مفتاح شقة بابا اللي في البلد، اقعد فيها بدل ما هي فاضية. متشكر. مش قلت لك مرة يمكن في يوم من الأيام نحتاج لها؟ إيه ده؟ مبلغ صغير خليه معاك يمكن تحتاج له. متشكر أوي يا سامي، أنا مش محتاج حاجة والحمد لله. كتر ألف خيرك. أشوف وشي بخير. مع السلامة يا مهران، وما تبقاش تغيب علينا. السلام عليكم. مالك يا سامي؟ تتصوري حتى وهو مطرود في الشارع برضه مش محتاج لي. الله، طب وانتي منرفزة نفسك كده ليه؟ انا هتجنن، نفسي يحتاج لي يمد ايده ويطلب مني اي حاجه. عطوه. اهلا سبحان الله. هو فين؟ سافر. من امتى؟ من شويه كده، وقال لي لمؤاخذه امنعك من دخولي البيت يعني. اهلا سي مهران، ازيك يا ابني؟ واقف عندك كده ليه زي الاغراب؟ معلش يا خالت وصيفه، هرجع لما يجي وهيبقى في بينا حساب. بالهداوة يا ابني، ده عمك قلبه عليك. ما انت كمان يا مهران ايدك فرطة وعمال تبعزق في الألوفات من غير حساب. كل شيء بالحساب يا خالت وصيفة، كل شيء بالحساب.
الوحيد انت حالتك مش عجباني ابدا. يا ابني هتفضل لحد امتى عامل في نفسك كده؟ اصلي دي لا هي اول البنات ولا اخرهم. البنات على قفا من يشيل، نق انت بس. خد انا جايب لك معايا يا سيدي 5000 جنيه قدمهم مهر، قدمهم شكل، واذا عاوزت اكتر من كده انا سداد. بابا المشكله مش الفلوس ولا الجواز ولا واحده احسن منها، لا المشكله فيا انا. انا جوايا جواك تبقى عيان، نروح لأحسن دكاترة في البلد. مفيش دكتور في الدنيا هيشفيني من نفسي يا بابا. كريم عايشة جوايا ليل نهار، ليل نهار عايشة جوايا يا بابا في نفسي. طب ايه ده؟ انا عندي فكرة. خد الخمس تلاف جنيه دول وسافر، لف الدنيا، اتفرج على العالم كله، متع نفسك. أنا متأكد إن الزمن كفيل إنه يخليك تنسى. أنسى؟ أنسى كريمة؟ في حد في الدنيا بينسى روحه يا بابا؟ يا دي الكتب اللي مش هنخلص منها، أنا عارفة بس إيه اللي رميت عليها؟ الغلب. وهي الكتب هتعمل لك ايه يعني يا فالح؟ الكتب دي هي المخ، الطريق اللي هيخرجني من البدروم. وماله البدروم يا والي؟ نعمه من الله، ستر وغطا. ايوه بس مش كل العيشه عيشه يا صيفة. يلا اوام البح رجع من السفر. الحمد لله على السلامة بيه. سيب الشنطة مالكش دعوة بيها. خد الحاجات دي. يلا قدم لي ست وهيبة يا وام. تاني بيه؟ تاني وتالت ورابع وخامس، أنت مالك يا زفت أنت؟ يوه قلبه عليك يا بيه، كان لازمتها إيه المصاريف دي كلها؟ أنت مالك أنت كمان؟ أنت هتعدلي عليا تروخرة؟ أستغفر الله يا بيه، حقك علي. يلا يا زفت. أنت حر في مالك. يلا يا زفت. طب مستنى إيه؟ يا عدل. اهلا وسهلا. اهلا يا مهران. سهلا. الحمد لله والسلامة. مفاجأة مش كده؟ حقيقي مفاجأة. اهلا وسهلا. اهلا بيك. أصلنا يا سيدي قررنا نعيش هنا على طول في الريف جنب الراجل بتاعنا اللي ملناش غيره. مش كده يا عمتي؟ طبعا يا بنتي طبعا. دي بلدنا هيحصل لها شرف يا فندم. طب عن إذنكم بقى دقيقة واحدة كده هلم حاجتي يعني. هتروح فين؟ الحقيقة مش عارف، بس هتتدبر بإذن الله، ما تشغليش بالك. إن ما كنتش أشغل بالي عليك، أمال هينشغل على مين يا مهران؟ بس يعني اقعد يا ابني اقعد، وبعدين يحلها ألف حلال. الحكاية محلولة وجاهزة. الشقة والحمد لله واسعة. أنا وعمتي هننام في أوضتي، وأنت تنام في أوضة المرحوم بابا. عين العقل. بس أنا خايف كده أكون مضايقكم. مفيش مضايقة ولا حاجة يا ابني. ثم كمان الحكاية كلها كام يوم كده لغاية ما جانبك تتشطر تشوف لنا حتة عسبة صغيرة نشتريها باسمي أنا. عمتي هي اللي عايزة كده. وهو كله في الآخر هيروح لمين؟ مش ليها برضو؟ فأنا قلت أحسن من مشاكل الوراثة والتركات ووجع القلب تبقى كل حاجة باسمها من دلوقتي ونرتاح. ها إيه رأيك بقى؟ معقول برضو. تحب تشربوا قهوة ولا حاجة ساعة ولا شاي؟ هو احنا ضيوف يا مهران، لو عوزت حاجة هروح أعملها بنفسي. طبعا ده بيتك. بيت خطيبي يبقى بيتي طبعا. وعملت ايه مع عمك؟ ان شاء الله تكونوا كده وصلتوا الحل. الحقيقة يا فندم انا رحت له لقيته مسافر، بس ان شاء الله لما يرجع هيبقى لي كلام معاه. يا ريت يا مهران تأجل الحكاية دي كام يوم لغاية ما تخلص لنا حكايتنا الأول. حكايتكم؟ عايزاك تبيض وشي قدام عمتي عشان تعرف ان لينا راجل نعتمد عليه. مش فاهم. مش قلتلك عايزين نشتري حتة عزبة صغيرة باسمي؟
أهلا يا عاتو، إزيك؟ إيه كفالة الشر مالك؟ الراجل العجوز اللي ما يختشيش رجع يلف بديله تاني حواليك، ظهر إنه مش ناوي يجيبها البر بقى. وهو ده اللي مزعلك؟ خايف عليك منه يا ست وهيمة، ده راجل طماع ومفتري، عايز يحط الدنيا كلها في عبه. المرة دي طمعان في مالك وجمالك يا ست الكل. لما انت زعلان قوي كده جبتلي الحاجات بنفسك ليه؟ غصب عني يا ست وهيبة، غصب عني. طيب ليه ما بتاخدش منه الثلاث فدادين بتوعك اللي انت قلتلي عنهم وتسيبك منه وترتاح؟ اخد من مين يا ست وهيبة؟ هو الراجل ده حد يقدر ياخد منه حاجة؟ طب كان ده مهران ابن اخوه اللي من لحمه ودمه. ارفع عليه قضية، البلد فيها قانون. قانون؟ القانون عايز محكمة يا ست وهيبة. محكمة يعني كلام، والكلام شطارة. مش مهم حق ولا باطل، لكن المهم إن شكل الكلام يبقى مقنع. عباس بيه أجدع واحد في الدنيا يقلب الباطل حق والحق باطل. انت لسه واقف بتعمل ايه هنا يا زفت؟ امشي روح، امشي روح روح. جيتك البلا. الله، يعني ما فتحتيش الحاجات اللي انا جايبها لك. انا كان بدي اخد رايك في ذوقي. عارفه بقى، أنا لفيت كل المحلات في مصر ونقيت لك الحاجات دي بإيدي حتة حتة. ما كانش في داعي تتعب نفسك للدرجاتي. يا سلام، ما فيش داعي إزاي بقى؟ إذا ما كنتش أتعب لك أنت هتعب لمين؟ شيلي يا شطرة الحاجات دي دخليها جوه. عزيزة. نعم. سيبي كل حاجة مطرحها. حاضر. سيبي كل حاجة مطرحها؟ يبقى إيه ده بقى؟ تكوني ناوية تكسفيني المرة دي كمان؟ معاش اللي يكسفك يا عباس بيه. بس بس ايه بقى؟ بس مش ملاحظ ان هداياك كترت بمناسبة ومن غير مناسبة؟ يا سلام، ده كلام تقوليه؟ طب تصدقي بيه بقى؟ انا كل مرة اشوفك فيها تبقى بالنسبة لي مناسبة، ومناسبة عظيمة جدا. ما كنتش اعرف انك رقيق للدرجة دي. علشان فهماني غلط، علشان ظلماني. أنا بني آدم، أنا عندي قلب، وأنا عارف الوحدة صعبة قد إيه يا ست الكل. أرجوك أرجوك، مفيش داعي للكلام ده. مفيش داعي ليه؟ ده أنا عايزك على سنة الله ورسوله. هو الحلال عيب؟ قلت إيه؟ يعني سكتي؟ أفهم من كده إن السكات رضا زي ما بيقولوا؟ أرجوك يا عباس بيه، مفيش داعي للكلام ده دلوقتي. طب نتكلم فيه امتى؟ بعدين، بعدين يا عباس بيه. طب بعدين امتى؟ مش عارفة. طيب هاني، اوعي تكوني مستقلية بيا. أنا؟ يعني قلت في على بالك إن ده راجل كبير شوية. أنا ما قلتش كده خالص. لا وتبقي صح. أنا ما عايز أقول لك حاجة. الكبر قيمة. الراجل الكبير اللي زي حالاتي هو اللي يعرف يقدرك كويس، مش عيل مسبسب شعره وعايز يلعب بيكي. وهيبة هانم، قولي هالك كلمة واحدة بس، كلمة واحدة علشان أريح قلبي. ده جواز يا عباس بيه، مش لعبة. يعني لازم أكون متأكدة كويس. متأكدة من إيه؟ أنا جربت حظي قبل كده وكانت التجربة مرة، عشان كده مش عايزة أقع فيها تاني. أرجوك أرجوك اديني فرصة أفكر. خلاص، فكري زي ما يعجبك. فكري شهر، اتنين، تلاتة، إنما في الآخر هتعرفي إن عباس كويس.
تعمل في الراجل؟ لقيت حاجة؟ استنى عليا بس يا اخد نفسي، ده انا جاي من عزبة الخواجة كعادي. كوباية مية يا ابني. حاضر يا بيه. واتنين شاي فلفل. حاضر يا بيه. لقيتها خلاص، أحسن حاجة تنفع عروستك وعمتها، عزبة الخواجة استوى. هو عاوز يبيعها؟ أصله عجز وولاده هاجروا وعاوز يرجع بلده يقضي بقية عمره هناك. عظيم، دي أرض عافية ممتازة. 35 فدان حتة واحدة. ده غير الجنينة والفيلا كمان. غير كده عزبة دواجن كاملة من كله. إيه رأيك بقى؟ هايلة. مش قلت لك يا عمتي لينا راجل نعتمد عليه؟ بس على الله تكون الفيلا كويسة ومريحة. إن شاء الله هتعجب حضرتك يا فندم. مدام عجبتك انت يبقى خلاص، احنا مش هنعمل اي حاجة الا ما تروحوا تعينوا بنفسكم. احضر العشاء يا بيه. ها؟ احضر ايه؟ العشاء. ايوة يا وصيفة. بقول ايه يا بيه، مش هتخلص بقى حكاية مهران؟ وبعدين معاكي بقى، وانت كل ما تشوفيني تقعد تقولي لي مهران مهران مهران. ما هو يا بيه؟ بعدين بعدين. بعدين امتى يا بيه؟ حلي عني بقى وابعدي عني. حاضر يا بيه. ازيك يا بنت عزيزة؟ شلا تسلم يا سعادته. راحة فين؟ راحة مكتب البوسطة. زي ستك؟ ستي ربنا يكون في عونها. ايه مالها؟ حد زعلها؟ هو في حد مزعلها غير البيه بتاعكو؟ قال عاوز يتجوزها بالعافية. حق كله الا كده؟ ده كله بالخناق الا الجواز بالاتفاق. مش كده ولا ايه يا سعادته؟ مستحيل. هو ايه اللي مستحيل؟ مستحيل تتجوزيه. اتجوز مين؟ الغول. اوعى تخافي منه يا مهيبه، اوعى تخافي من اي مخلوق طول ما انا موجود جنبك. بس انت انطقيها، انطقيها وانت تشوفي. انطقها؟ انطق ايه؟ كلمه واحده بس اللي انا محتاجها منك، ساعتها هتلاقي عطوه الغلبان الذليل ده بقى وحش كاسر، مفيش حاجة في الدنيا تقف قصاده. بس سمعيني، سمعاني وانت هتشوفي. اسمعك ايه بس؟ كلمة واحدة بس، بحبك يا عطوة. عطوة؟ من زمان، أول مرة شفتك لما بصيتيلي وضحكتيلي، أول زرت في الدنيا تضحكلي مش عليا، ساعتها بس حسيت إن أنا راجل فعلا. قبل ما اشوفك كان مفيش في قلبي احساس غير الحقد. الحقد على الدنيا والناس كلها، الحقد على كل اللي زلوني واحد ورا واحد. ما كانش جوايا غير رغبه واحده بس، الانتقام، الانتقام من الدنيا كلها. لكن من ساعه ما شفتك الدنيا اتقلبت في وشي، الضلمه بقت نور، الليل بقى نهار، الياس بقى امل، الحقد بقى حب. حب ليكي انت لوحدي. عطوة، انت اتجننت يا عطوة؟ اوعى سيبني، اوعى. انا مش هسيبك تتجوزيه ابدا. اتجوزه ولا ما اتجوزوش، في انت مالك انت يا مجنون؟ حتى انت كمان بتقولي لي يا مجنون؟ وستين مجنون كمان. امشي اطلع بره. مستني ايه؟ انا بقول لك اطلع بره. بره. ما تورينيش خليتك هنا تاني. بره بره. مجنون 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 مجنون.
نارك اسود. ايه ده يا ولد ده؟ ايه؟ لا لا ايه؟ لا انت مجنون مجنون. لا 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 تعظيمها. لا لا بس يا مجنون. مجنون اكيد مجنون. انا مش قادره افهم ازاي واحد زي عاطف يقول لي بحبك. حنيتك ازاي ده هي السبب يا ستي بقى؟ يعني علشان عطفت على واحد مسكين زيه برضه يبقى ده جزاتي؟ خلاص يا عطوة؟ صحيت وفقت وعرفت الحقيقة. حقيقة ايه يا والد؟ الحقيقة المرة. الحصار. الايه؟ الحصار اللي فرضينه عليا من يوم ما وعيت، واللي اي محاولة للخروج منه معناها الدمار. لكن إذا كانوا اللي محاصرني جردوني من سلاح القوة والمال، لحسن الحظ نسيوا سلاح أهم من ده كله. ده يا واد اتكلم عربي، أنا مش فاهمة ولا كلمة واحدة من كلامك. أحسن وسيلة للي يتزنق في غابة فيها وحوش مفترسة إنه يوقع الوحوش في بعضها، ياكلوا بعض وينسوه، كلهم يموتوا ويفضل هو لوحده بس. ايه ربنا يشفي. يلا يا اخويا معايا، وسيبك من الهلوسه دي عشان تطلع فطور البيت. صباح الخير يا بيه. خلاص صحيت يا سيزفت. أنا آسف يا بيه على اللي حصل مني امبارح. آسف؟ بعد ما لبشت جتتي؟ غصب عني يا بيه، أصل أنا كنت مقهور، مقهور قوي. ياه، مقهور علشان أنا ضربتك؟ لا سمح الله يا بيه، معقولة هتقهر عشان حضرتك ضربتني؟ أنا مقهور عشانك أنت. عشان أنا؟ أيوة يا بيه، أصل مش معقول واحد عظيم زي حضرتك له هيبته وكلمته تقوم تيجي لمؤاخذة واحدة زي الست وهيبة دي تضحك عليه ومش عايزنا نقهر يا سعادة البيه. اسمع عم اقول لك، حسك عينك تجيب سيرتها على لسانك، فاهم؟ فاهم يا سعادة البيه، بس انا برضو مش مطمن يا بيه. لا اطمن خالص، دي هتبقى مراتي. يعني ايه يا بيه؟ هتتجوزه حقيقي؟ ايه اللي هتتجوزه حقيقي؟ انت مالك انت اذا كنا هنتجوز ولا مش هنتجوز؟ انا اسف يا بيه. سيب دي. حاضر. ايه
ايه رايك بقى؟ حقيقي هايل، طول عمري وانا بحلم بفيلا كبيره زي دي. عجبتك خلاص؟ هي عجبتني بقى، ده انا نفسي اعزل فيها النهارده، وبعدين ابقى اعمل فيها حبه تغيير قبل الفرح، شويه حاجات كده على ذوقي. الجناح الكبير مناسب ليا انا وانت، وعمتي تاخد الاوضه القبليه، وفي الناحيه التانيه اوضه الضيوف، والاوضتين الصغيرين بقى للاولاد. اولاد؟ اه، هي الناس بعد ما بتتجوز مش بتخلف؟ ولا انت من اللي ما بيحبوش الاطفال؟ هو في واحد في الدنيا ما بيحبهمش؟ اه بحسب. بالمناسبه يا ريت يا مهران تشوف طريقه تتخلص بيها من الشقه. تخلص من الشقه ليه؟ اي حاجه بيعها اجرها مفروشه. لا يا سامي، خليها شويه كمان. وهنخليها نعمل بيها ايه بس؟ انا لسه محتاجها. محتاجها؟ امال الفيلا الكبيره دي كلها هنعمل بيها ايه؟ مش معقول يا سامي اعيش معاكم واحنا لسه ما اتجوزناش. وماله؟ نتجوز؟ لا لسه، مش قبل ما ارجع لارض وبيتي. انا ولعنا فتيل القنبله الاولانيه، نولع فتيل القنبله الثانيه، ونحرق الاثنين على بعض. مبروك. عطوه. عطوه اخويا الكبير. اه اهلا. معلش، مع البحر واحد والسمك الوان. تعال يا عطوه، تعال. اتفضل يا عطوة. ازيك، وحشتني قوي. الله يسلمك. تعال. ايه، في حاجة؟ لا ابدا، انا بس انت وحشتني قلت اجي اشوفك. متشكر قوي يا عطوة، بس ما كانش في داعي، احسن لو عمك شافك يزعلك. عمي هو ضرب نفسه؟ ما خلاص نسيته اهله. هي مين؟ هو في حد غيرها يا ست هانم؟ ده الحكاية بقت على المكشوف، البلد كلها ملهاش سيرة غيره. عباس ووهيبة، زي ما يكونوا عزيزة ويونس ولا حسن ونعيمة. وهيبة مين؟ يكونش قصدك الأرملة اللي بيقولوا عليها إن ماشيها مش هو؟ دي لخبطت له عقله خلاص يا ست هانم، قاعدة تضحك عليه وتمص في دمه. هو في حد في الدنيا يقدر يمص دم عمك يا عطوة؟ أنا نفسي ما كنتش مصدق لغاية ما شفت بعينيا. حد يصدق يا عالم إن راجل كبارة زي ده تضحك عليه واحدة ست وتخليه عامل زي العيل الصغير؟ كل يوم رايح لها شايل ومتشايل. ايش فساتين وايش ذهب وايش المظات. غريبة بقى الست دي قدرت تعمل ده كله في عباس بيه. واكتر من كده يا ست هاني، دي خلاص هتتجوزه. تتجوزه؟ ومش ترضى عليه، يكتب لها الارض والسرايا كمان. بتقول ايه؟ ارض وسرايا. صرايف يا غني. وده كلام برضه؟ اسيب البلد وامشي يعني ايه؟ زي ما بقولك كده، مفهوم ولا لا؟ مستحيل مستحيل تكون انت مهران اللي سمعت عنه. بقولك ايه، وفر دموعك، انا مش زي الناس اللي تعرفيها ما باكلش من الحاجات دي. صحيح انا ياما اتظلمت كتير قبل كده، انت كمان تسلمني. انت اللي بيقولوا عليك انك بتقف جنب الحق حتى لو كان على نفسك. وبعدين بقى ما تخلصينا. لا يا مران، حرام عليك، ما تحكمش في قضيه ما تعرفهاش. ما فيش محكمه بتحكم على متهم قبل ما تسمع دفاعه. ما تتعبيش نفسك. يلا، كل الحاجات اللي بتعمليها دي مش هتجيب نتيجه. حاضر يا سمران، عايز نسيب البلد وامشي. حاضر، على أي حال لا أنت آخر من ظلمني ولا أوله. حضري الشنط يا عزيزة علشان نلحق القطر. قطر إيه يا ستي؟ تسيبي بيتك وأرضك وتروحي فين بس؟ أرض الله واسع، أمرنا لله. استني يا ست وهيبة، كنت عايزة تقولي إيه؟ لازمته إيه بقى وخلاص؟ لا أنا أصل مجرب الظلم، محبش أبقى ظالم وأنا مظلوم.
عايزه تقولي ايه عشان ضميري يستريح؟ حاجة واحدة بس، أنا ماليش دعوة بعمك ولا غيره، ومش عايزة يبقى لي دعوة بأي حد خالص. ده كل يوم والتاني عندك يا ست وهيب. هو اللي فرض نفسه عليا، طمعان في أرضي وعايز ياخدها مني بأي شكل، ولو ما مرضتش أبيعها له طلع يشن عليا في البلد ويوسخ سمعتي. والله ما افتكرش عمي محتاج لكده، كل الناس عارفة حكايتك كويس. حتى أنت كمان، أنت كمان بتقول كده. صدقني صدقني ده كله كذب وتشنيع علشان اطفش واسيب له البلد وابيع له الارض. حرام يا سمهران، انا ست، وست حيلتها ايه غير سمعتها؟ طب لما انت مش زي الناس ما بيقولوا، ايه حكايتك؟ حكايتي حكايه يا سمهران. من يوم ما فتحت عينيا وانا مظلوم، والدي مات وانا لسه طفله، جوز امي وراني الويل، استحملت لغايه ما ساني خطب شاب ابن حلال، حبني وحبيته وقلت الدنيا هتصفالي، وفجاه لقيت جوز امي بيفسخ خطبتي لساني وجوزني لراجل عجوز ما جيش قد بنته. وبعدين؟ جوزي طلع راجل طيب، بعد فترة حس بغلطته، حب يعوضني فكتب لي كل أرضه، وبعد سنة مات الله يرحمه. بعدها جيت هنا على طول علشان أعيش جنب الأرض لحد ما يرجع سامي ونرجع الدنيا من تاني. طب امال خطيبك فين؟ هاجر من زمان، ما قدرش يستحمل يشوفني مع راجل تاني. دخت على ما لقيت عنوانه وبعت له علشان يرجع، وديني مستنيه اهو، مش عارفه اذا كان العنوان صح جوابي وصل ولا لا. ودي الناس مش عايزه تسيبني في حالي. طيب لما انت زي ما بتقولي كده، امال كنت بتقبلي هدايا من عمي ليه؟ ما قدرتش استحمل الاشاعات، قلت اسيسه لحد ما يرجع لي سامي ويحميني منه، ساعتها اقدر ارجع له كل حاجه وانا مش خايفه. على كل حال لو ناويه ترجعي الحاجات دي لعمي، انا مستعد ارجعها له بنفسي. يا ريت يا سمهران، يا ريت، ده يبقى جميل مش هنسهولك طول العمر. بس انا مش قد عمك، والاحسن فعلا ان انا اسيب البلد واخلص من ده كله. لا لا يا ست وهيبة، مش هتسيبي بيتك ولا هتسيبي ارضك، وعلى بال ما يجي خطيبك أرجوك اعتبريني يا أخوكي اللي أقف جنبك وحميكي. كتر ألف خيرك يا سمهران، ربنا يديلك على قد طيبة قلبك وشهامتك. عزيزة نعم، هاتي كل الحاجات اللي جابها عباس بيه. حاضر يا ستي حاضر. ويا ريت كمان تقول له يسيبني في حالي بقى. ما تخافيش يا ست وهيبة، طمني. إيه ده؟ مين جاب دول هنا؟ أنا. انت ست وهيبه طلبت مني ارجعها لك. طلبت منك انت؟ كلفتني كمان اقول لك لمؤاخذه يعني تسيبها في حالها ومالكش دخل بيها بعد كده. وهيبه تقول كده؟ مش معقول. اظن كفايه فضايح بقى وتسيب الناس في حالها. انت مالك انت؟ انت اي حشرك؟ عشان انت عمي وكرامتك تهمني، وبدل بتبعزق فلوسنا كده ما تدي الناس حقها يا اخي. يخي جك كسر حقك، غور من وشي. عارف انك هتطردني، انا ماشي بس ضروري هرجع لبيتي وهرجع لارضي، ولو رجعت مفيش قوه في العالم هتعتعني من هنا. سلام.
يا سلام، يعني خلاص كلت بعقلك حلاوة. يا سامي، كلنا عارفين قد ايه يا عم طماع، يعملها الذنب في حاجة وكمان بتدافع عنها. وهدافع عنها ليه؟ دي عمل جريمة، كل اللي عاوزاه الناس تسيبها في حالها. كتيرة دي؟ ايوه كبيرة عندي قوي، ما بقاش الا سيب سلامته ده هو اللي هيعلمني الاصول. قلبه عليك يا بيه، كان لازمتها ايه الحاجات دي وانت في السن دي؟ سن؟ سن ايه يا وليه خرفانة انت؟ امشي غرب من وشي. سن هادي برضه مين عارف يا بيه، مش جايز مهران يكون مظلوم. مظلوم يعني ايه بقى؟ يمكن الست وهيبه دي هي اللي قالت له قول كده. مين عارف يا بيه، اصل صنف النساء ده ملوش امان. لا وهيبه ابدا، وهيبه مش ممكن تعمل كده. طب افرض بقى ان ده حصل، افرض يعني. انا ما افرضش، وبعدين انت ايش حجرك يا غبي؟ خلاص يا عم المشكلة انتهت. مشكلة ايه؟ عمك لا هيتجوز وهيبة ولا هيكتب لها قرات واحد. الحمد لله، كفاية فضايح بقى. ده مش كده بس، ده ناولها على نية سودة. ايه تاني؟ معرفش، انا لسه سايبه في البيت وهو بيغلي بيجري زي المجنون رايح لها عشان يطربق الدنيا فوق دماغها. فين ستك؟ ستي ما موجودة. نعم. في ايه؟ هي مش حاجتك وصلتك خلاص؟ دي برضه عاملة تعمليها؟ ده اللي كان لازم اعمله من زمان. طب لو حتى كنت عايزة تعملي كده، ليه ما قلتليش؟ ليه اخترت الزفت ده علشان تبلغيه يوصلني الرسالة دونا عن خلق الله؟ اهو اللي حصل بقى. طب ممكن نتفاهم شوية؟ أنا آسفة، أنا ست وحدانية وما أقدرش أقابل أغراب في بيتي في وقت زي ده. اتفضل بقى، مع سلامة. إيه ده؟ بتطرديني يا وهيبة؟ كل إنسان حر في بيته. لا لا عال، القطة المغمضة فتحت وبقت تعرف تزعق. أزعق ما زعقش مش شغلك. كده برضه رهيب؟ كده برضه تعشميني وبعدين تضحكي عليا؟ أنا عمري ما عشمتك، أنت اللي فرضت نفسك عليا بالعافية. طب أمال إزاي؟ إزاي كنت عايزة تتجوزيني؟ أتجوزك؟ يا راجل بص نفسك في مراية، ده أنا ماجيش قد ولادك. يا راجل اختشي على دمك بقى. قليل قليل أدب. كفاية بقى.